لابيل دو ستار نوات صباح لابيل دو ستار خدينا الصوت ديال مصطفى حجي واتصلنا بواحد الراجل سمعوا شنو وقع في المكالمة. كل صراحة أنا ما عندي مشكل مع أي لاعب زياش مزراوي عبد الله نزيد لي حارث بلهندا ولا اللعبة ديال البطولة ولا اللعبة ديال كندا ولا كلشي مغربي. وخويا تكتب لي اللعبة ديال البطولة ولا ديال سميتو أنا أصلا ما كنتفرجش كورة ما عندي مع كورة وكما غلط في النمرة أخويا. اللي هاد اللعبة عندهم مشكل معايا يخرجوا يقولوها. مشكل أخويا اللعبة اللي عندك معاك مشكل أنا ما كنعرفش واحد من هادشي اللي كتقولي أنت أنا أصلا الكورة ما عنديش معاها ما كنتفرجش فيها ديك ما غلط في النمرة أخويا ولا إلا بغيت تعيش شي لعبة ولا شي حاجة وعيطي لي أنا راه بعيد على هاد المجال. أنا كنتصل باللعبة كنهضر معاهم. شكون هاد اللعابة اخويا بين عرب ماشي لعب ديال الكورة وما كنتفرجش كورة بحال دابا اللعابة ديال هولندا ولا اسبانيا ولا المانيا كنحضر اللغات عندي استاد اللغات وتنهضر معاهم وتنكلم معاهم ونتصل بهم. الله يرحم والدينا قلت لك انا ما عنديش مع كورة ديك ما غاتفهمني مرة اخويا انا ما كنعرفش شي لاعب من داكشي اللي كتقول ديال هولندا ولا ديال شي حاجة ما كنتفرجش كورة ما عنديش معاهم حتى واحد ما كنعرفش نياتهم كاع اصلا. ما بغيتش هاد اللاعب يلعب في المنتخب شكون انا نامي شكون واخويا صلاحيت المدرب اللي يقول لك شنو انا بعيد على داكشي اسمح لي والله الا كمل نقطع عليك بلا ما تضيع المكالمة ديالك باش ناخذ زياش ولا ما ناخذش زياش ناخذ مزرعة ولا ماشي من خد مزرعة ديك ما كتحرق عليها صاحبي هادشي راه بعيد عليا وما كان موالو ما عليك زياش هاد محلية بسلام عليك اخويا. وكما يقول مصطفى حجي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما سمعتوش هذا السيد هذا بحال سمعوا الاجوبه ديالو تخيلوا ضربوا الضو ولا اسبانيا ولا المانيا كنهضر اللغات عندي استاد اللغات وتنهضر معاهم وتنكلم معاهم ونتصل بهم. الله يرحم والدينا قلت لك انا ما عنديش مع كوره ديك ما عرفتش شي لاعب من داكشي اللي كتقول ديال هولندا ولا ديال شي حاجه ما كنتفرجش كوره ما عنديش معاهم حتى واحد ما كنعرفش نياتهم كاع اصلا. ضربوا الضو